يبدو أن خطر المقاطع القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي يتعدى فكرة إضاعة الوقت الطويل. بالفعل هناك خطر كبير جدا وهو الإدمان، وهي التهمة الجديدة التي تلاحق هذه المقاطع. عم نحكي عن الريلز خصوصا بالنسبة للمراهقين الذين يشاهدونها بكثرة. والله مو بس المراهقين. دراسة أمريكية جديدة تؤكد أن انتشار الأجهزة اللوحية في هذا الزمن التكنولوجي يحمل أضرارا كبيرة على جيل زد. الدراسة الأمريكية حملت مقاطع وسائل التواصل الكثير أو حملتها الكثير من الأسباب التي تؤدي لهذا الإدمان تحديداً، وهذه الأسباب نتعرف عليها مرة أخرى مع جهينة أعتقد. اسأله جهينة. يلا. مع لميس. لديها الخبر اليقين. شكراً لكما. نعم، الحكاية كبيرة بالنسبة لإدمان المراهقين على الريلز، لكن لماذا تتهم منصات التواصل بأنها السبب؟ نحو 60% من الشباب يدمنون على ريلز منصات التواصل لمدة تصل لثلاث ساعات يومياً، ثم يشعرون بالذنب والحزن لضياع الوقت. جميع منصات التواصل الاجتماعي مصممة أساساً لإبقاء المستخدمين على اتصال دائم بها نظراً للميزات التي تجذب مشتركيها. استراتيجيات هذه المنصات تستهدف الجيل بين 8 إلى 23 سنة وتنجح بالتأثير عليهم بشكل كبير، فضلاً عن تأثيرها الكبير على مدى تركيزهم وانتباههم. خبراء صحيون أكدوا أن سبب هذا الإدمان أن الشباب يهربون من العالم الحقيقي إلى عالم افتراضي حالم. ينضم إلينا من الرياض صانع المحتوى التقني صقر عبد الله. صقر، صبحك الله بالخير. صباح الخير. صباح الخير، حياك الله، أحب أرحب فيكم أستاذ المشاهدين. حياك الله صقر. بلشون يعني اليوم خلصنا من انستغرام، اليوتيوب سووا الشورت، وهذه المقاطع الناس قاعد تروح لها بأنه تقلب ما تخلص من التيك توك إلى سناب شات إلى غيره. هذا أصبح تحول الموضوع مو بس عند المراهقين، حتى عند الكبار أصبح إدمان. عاد الواحد منهم. صحيح صحيح. لا حرام. صحيح صحيح. بداية خلونا نعرف طريقة عمل البرامج هذه. مثل ما سمعنا بالتقرير أن التطبيقات هذه الرغبة الأولى والتحدي الأول عندها هو إبقاء المتلقي أو المشاهد في تطبيقاتها أطول فترة ممكنة. وكيف يتم الشيء هذا؟ أن التطبيقات هذه توفر للمشاهد الأشياء اللي هو يحبها، والطريقة صراحة بالخوارزمية التطبيقات هذه تعمل بشكل فعلا عجيب. مثلا لما يشوف شخص مقطع معين في أي من التطبيقات هذه حصلوا أنه يتفاعل معه أي نوع من أنواع التفاعل، قد يكون مثلا تعليق، قد يكون لايك، مشاهدة الفيديو للكامل، أو حتى حفظ أو نشر المقطع. بالتالي الخوارزمي تفهم الآن أنه والله المتلقي هذا والمشاهد حب الفيديو هذا أو حب المشهد هذا، خلينا أعطيه فيديوهات مشابهة. فيحصل واحد نفسه مستمر بمشاهدة الفيديوهات هذه بشكل لا نهائي وراء بعض، خصوصا أنها قصيرة، فهو عنده فرصة أنه يشوف المقطع من البداية للنهاية ويعرف القصة كاملة خلال 30 ثانية. صقر، ما هو هذا هو اللي عم بيصير، أنه ما حدا عم بيشوف المقطع من بدايته لنهايته، وعلى الأغلب يعني يدوب كم من ثانية لا تتعدى 10 ثواني هو فعليا اللي بيشوفه من كل فيديو، فهو بصفي من كل ريل بقى هو بس عم بيحرك، وهذا هو ربما الحركة هاي هي اللي بتعمل نوع من أنواع الإدمان. طيب هل كمان الجوريثمز أو خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي بتكون هدفها أنه تخلي الشخص مدمن وتخليه يتابع، فبالتالي حسب الفيديوهات اللي بتطلع لنا إياها كمان فيها نوع من الخبث خلينا نقول؟ والله خلينا نقول إن هي تستهدف أنت المتلقي وش تحب تشوف هي تقدم لك. أنا شخصيا استفدت من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، أفادتني في عملي، في محتواي، في حتى مصدر
رزقي. فلما أنا أتابع مقاطع معينة مثلا خلينا نقول على التصوير شروحات وأساليب معينة في التصوير، فألاقي نفسي أن المواقع هذه تطلع لي خيارات إضافية عن تكنيكات التصوير، تكنيكات الإضاءة. أنا تعلمت تصوير تطلع لك كثرة يا صقر، يعني أصبحت تطلع لك ما تخليك حتى تشوف محتوى ثاني غيرها. مزبوط، أحسنت. فأنا خلينا ما ودي نقول نبرئهم تماما، لكن نقول برضو المسؤولية تقع على المستخدم في إيش يختار لما يتفاعل أو يعلق على فيديوهات ما تكون مناسبة له، وأكيد راح تطلع له بكثرة، وخلينا نقول هم رشايلين يديهم من الموضوع هذا. نعم. لكن برضو الموضوع يقع على عاتق المستخدم، والمسؤولية عنده أكيد. إحنا يعني نقول انتبهوا. أيوة، خصوصا على أطفال. صقر عبد الله يقول لكم انتبهوا. شكرا جزيلا لصانع المحتوى التقني صقر عبد الله، كان معنا من الرياض. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.